أهلا بكم، نقدم لكم كيفية تحضير الجبن الطري. نحتاج لريتلة تاع الرايب، 40 غرام زبدة، بيكربونات غذائي، ملح، صفار بيضة أو بيضتين، القليل من الحليب. نحط الرايب في الكسرونة، من الأحسن الرايب تاع البقرة اللي ما عندوش معليه تاع شكاير، يعني نخليه على نار هادئة. بدا ينفصل الماء، راكم تشوفوا، انا نحاول نحي هذاك الماء، نقطع قبل الرايب ونحي قدر المستطاع الماء بالغرف من الأحسن. كي نشوفوه رايح يغلي نحيه من النار، نزيد نحي الكمية تاع الماء هكذا بالعقل باش يجيني ساهل كي نصفيه نحطه في الكسكاس. نحط شاش ولا منديل يكون مقي في الكسكاس، تسمى هذه المرحلة الأولى هكذايا كما راكم تشوفوا، ونخليه يقطر. من الأحسن نديرو في الفريجيدار على الأقل 24 ساعة باش يقطر مليح من الماء. دوك نروح للمرحلة الثانية، بعد ما قطر مليح شوفوا كيفاش ولا كيما تسمى خبزة على الفرماج ناشفة. نحط مغرفة صغيرة تاع البيكربونات والقليل من الملح، ما نكتروش. نحط الكسرونة على نار هادئة ونفتت هذيك الخبزة تاع الفرماج في المرحلة الأولى تاعها. نقعد نخلط ما نحبش تتولي عندنا كريمة كما راكم تشوفوا. من الأحسن بعد الكسرونة من النار ونزيد المكونات اللي بقات. نحط صفار البيض، تقدروا تستغناو على البيض كامل ما ديروهش معليه، ونحط مغرفة صغيرة تاع الزبدة حوالي 40 غرام. نخلط مليح ونردها للنار، النار تكون قليلة. نقعد نخلط ما نحبش، ما يزمش البيض يولي كيلفتات يبان، اللي يجيه واعرة ما يديرش صفار البيض. بعد ما نحي الكسرونة من النار ندير شوية الحليب قسم غرفة كبيرة باه تولي عندي كريمة، تقدروا تستعملوا الميكسر. درك نحط الخليط في علبة أو صحن قبل ما يزيد يجمد، خطر غير يبرد يحكم روحه. ونحطه في الثلاجة لمدة 24 ساعة. الجبن راه جاهز، خذا الوقت الكافي باش حكم روحه. نوري لكم كيفاش جا، تقدروا تزينوا به السلطة او تقدموه يعني مع الخبز دوائر كما هكذايا مقطع. نتمنى لكم تنجحوا في إعداد هذه الوصفة، وإلى اللقاء.